مباراة. اسماعيل مطر قد يصنع الفارق، يعدي اسماعيل مطر، يبحث عن البوسندا، يمرر اسماعيل مطر، محمد الشيح، اوعى الكورة، بيطلبوا ايه؟ بيطلبوا رفع راية، لكن هي راية مرفوعة للوحدة الاماراتي، الاصرار ياتي، وهدف قاتل في الدقيقة 90، هدف يعني الكثير والكثير، وان كان للكرامة الفرصة الاكبر، ولكن ينجح محمد الشحي. لسه بقول لحضراتكم اسماعيل مطر يضع محمد الشحي في مواجهة حارس المرمى مصعب الحوز، ومحمد الشحي الحقيقة بمهارة باقتدار سجل في مرمى الكرامة في مرمى السد، ومسجل 7 اهداف في الدوري. ادي قلنا اسماعيل مطر يستحق التحية والتشجيع، نتابع الكورة ونتابع الاعادة. ادي امامنا هنا نصب مسافة التسلل هنا وخروج من اللاعب نادي الكرامة السوري، اللاعب امامنا رقم 13 بدر عبد الدايم، نترك الحكم للكابتن جمال الشريف. ادي امامنا محمد الشحي وهدف، ويعني لحظه خروجه لنصب مسافة التسلل، محمد الشحي استلم واتي من الخلف للامام، وادي امامنا اسماعيل مطر يضرب دفاع نادي الكرامة السوري في وقت قاتل نادي الوحدة الاماراتي، يسجل عن طريق اللاعب محمد الشحي، والكرة في شباك الحارس مصعب بلحوس. ادي امامنا يعني اذا كان هناك